الأمازيغية عندها آفاق واعدة في الجزائر الجديدة. احنا نبشروا بخير سنة جديدة، نفتحوا باب جديد، كي نقولوا عام جديد بمعنى أبواب جديدة. في بورامو سكواس، سكواس 2024، أنسو أنسو إثمازيغت، بمعنى آفاق واعدة في جزائر واعدة، في جزائر جديدة. أقولها من باب القناعة التي هي فينا يعني كطاقم كما قلت، وأيضا لاعتبارات سياسية، كاين مؤشرات سياسية اللي تقول اللي تأكد باللي الأمازيغية إن شاء الله تكون بخير أكثر في 2024. لا تراجع أولا على مكاسب الأمازيغية. الدستور حسم نهائيا في مكانة اللغة الأمازيغية، وكذلك فرصة باش نوضح يعني فكرة أساسية، أن هناك إرادة لاستكمال مسار إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية، وهذه هي رسالة تاعنا، رسالة 2024. هناك قناعة لاستكمال مسار إعادة الاعتبار. دونك لو بروسيسوس دو لا ريابيليتاسيون يسرا دافونتاج رونفورسي كونسوليدي إن شاء الله 2024.